امرأة واحدة على الأقل تقتل كل 3 أيام، أين؟ في فرنسا، وعلى يد من؟ على يد شريكها الحالي أو السابق. هذه الأرقام الصادمة أعلنت عنها وزارة الداخلية الفرنسية وتداولتها الصحف المحلية هناك، حيث أكدت أن عدد هذا النوع من الضحايا النساء بلغ 118 امرأة في عام 2022، ما يعني في المتوسط مقتل امرأة واحدة كل 3 أيام. الأرقام أشارت أيضاً إلى أن 37 امرأة من الضحايا 118 عانين من العنف في وقت سابق للجريمة، ولم يبلغ عن ذلك منهن سوى 24، وأنه في معظم الحالات الرجل الشريك الجاني يكون عاطلاً عن العمل ويتراوح عمره بين 30 و49 عاماً. أما عن سبب الوصول لدرجة القتل، فإن الخلافات بين الشريكين كانت السبب الرئيسي بنسبة 26% من تلك الجرائم، يليها رفض إنهاء العلاقة بنسبة 23%. بحسب الأمم المتحدة، فإن العنف ضد النساء أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في عالمنا اليوم، لكن أن يصل الأمر لدرجة القتل فهذا ربما يستدعي إجراءات أكثر حزماً لوقف تلك الظاهرة الخطيرة.